واحنا النهارده يعني وصلنا لنهايه حلقتنا، محضرين لك مفاجاه حلوه جدا. مفاجاه؟ مفاجاه حلوه. تعالى شوف معانا المفاجاه ونرجع نعلق عليها. ماشي. كابتن اسامه حسني حبيبي، يا رب تكون بخير. طبعا يا كابتن، النهارده لما عرفت ان عمر كان مع حضرتك النهارده، فحبيت اوجه له طبعا رساله. عمر من الشخصيات المحترمه ونضيف طبعا، وربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله كده معانا. وعايز اقول له مدفعجي الجون بتاعه اللي جابه طبعا. يمكن عمر من ساعه ما جه النادي معانا وهو ما شاء الله مركز في شغله ومركز في كل حاجه، ودايما يعني احنا من زمان واحنا اصحاب او اخوات مع بعض يعني على طول. ودايما اشوفك كده ان شاء الله مره ناجح باذن الله وتكسر الدنيا. ربنا يكرمك اخويا ان شاء الله، وهتوحشني شويه دول. ربنا يكرمك يا عموره، ربنا يكرمك ان شاء الله عمر كده معانا. وبصراحه هو شاف شغله بيتمرن كويس، لما بيكون عايزينه في الملعب بيبقى موجود على قد المسؤوليه. وربنا يكرمه ان شاء الله، ودايما مكسر الدنيا كده عموره. وسلام للحاج والحاجه حبيبه عموره. واحد من نجوم الفريق ورسالة مهمة من المتألقين في الفترة الأخيرة. ده واحد، ده جزء من العيلة ده. ده من العيلة من فعلا. عيلة عمر كمال. فعلا ده جزء خامس من العيلة. يعني ده لا ده 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 حاجة تانية خالص. ده إمام طفل. مش بيبي كده. تتعامل معاه يعني صفاء قلب واللي في قلبه على لسانه، وطيب وجميل وحنين جدا وراجل جدا وجدع جدا، مركز في الملعب عشان كده ربنا كرمه جامد جدا. وعنده طموح يا كابتن مش عند حد، وعنده ثقه في نفسه مش عند حد. وغير كده انا في البيت عندي يعني مامتي تقول له انت الحيله انت الصغير لسه جاي اخر العنقود. فيعني ربنا يكرمه ويوفقه مع المنتخب ان شاء الله ويحفظه، بس اهم حاجه من الاصابات دي اهم حاجه باذن الله. وربنا يوفقكم ويكرمكم كلكم كجيل ما شاء الله، جيل محترم يعني في النادي الاهلي.